الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، من الأسئلة التي تكثر أن تأتيني: هل يجوز أن أمس المصحف عند قراءة القرآن من غير وضوء أو لا يجوز؟ اعلم أن قراءة القرآن ومس المصحف هذه فيها جوانب اتفاق عند أهل العلم لا يختلفون فيها، وفيها جوانب فيها خلاف ومناقشة. المسألة الأولى أنه يجوز لك أن تقرأ القرآن دون مس للمصحف من غير وضوء، يعني إذا كان المرء محدث حدثا أصغر يعني غير متوضئ فإنه يجوز له أن يقرأ القرآن بإجماع أهل العلم لكن دون مس للمصحف، هذا موضع اتفاق لا يختلف فيه أحد. فأنت تقرأ مثلا من حفظك، تقرأ من بعض الآيات المكتوبة أمامك على الحائط، أو حتى تنظر في المصحف بعينيك وتقرأ دون أن تمس المصحف من غير وضوء، هذا جانب متفق عليه لا يختلف فيه أحد أنه يجوز. الأمر الثاني المتفق عليه أيضا أنه لا يجوز مس المصحف ولا قراءة القرآن للجنب، والجنب هو الذي يعني حصلت له جنابة بجماع زوجته أو نحو ذلك. فهذا أيضا من جوانب الاتفاق بين العلماء أنه لا يجوز له أن يمس المصحف ولا أن يقرأ القرآن حتى يغتسل من الجنابة. هل يجوز الشخص الغير متوضئ أن يمس المصحف عند قراءته للقرآن أو لا يجوز له؟ اعلم أن جماهير أهل العلم المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم قالوا بعدم جواز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر، يعني الغير متوضئ لا يجوز له أن يمس المصحف إلا إذا كان متوضئا. هذا قول جماهير أهل العلم سواء كان من الصحابة، فهذا يعني ورد عن عبد الله بن مسعود وعن سعد بن أبي وقاص وعن علي بن أبي طالب وعن ابن عمر وغيرهم كثير من أهل من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى زمن الأئمة الأربعة، وكما ذكرت لك المذاهب الأربعة قالوا بمنع هذا. ما هي أدلتهم؟ الدليل الأول قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا حكاية وخبر الله سبحانه وتعالى يخبرنا به أن هذا القرآن لا يمسه إلا الطاهر، والطاهر هنا هو الذي كملت طهارته بالوضوء. والضمير في قوله لا يمسه حمله على القرآن بقرينة أن الآية التي بعدها تنزيل من رب العالمين، فالتنزيل هو القرآن الذي بين أيدينا، فقالوا معنى الآية لا يمسه إلا المطهرون يعني لا يمس القرآن إلا المطهرون. هذا دليلهم الأول. الدليل الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث موافق للآية. فهم قالوا أن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يمنع مس المصحف لغير الطاهر. طيب هل معنى هذا أنه لم يحدث خلاف تماما في هذه المسألة؟ لا، حدث خلاف لكنه خلاف قليل جدا، يعني بعض العلماء وهم عدد قليل جدا من العلماء قالوا بجواز مس المصحف الذي لم يتوضأ، من أشهرهم داود بن علي الظاهري وأبو محمد ابن حزم الظاهري رحمهم الله تعالى، وكذلك الحاكم النيسابوري وحماد وغيرهم من أهل العلم. ما هي أدلتهم على ذلك؟ أول دليل أنهم صرفوا الآية عن هذا المعنى وقالوا أن المقصود في الآية اللوح المحفوظ وليس القرآن، لكن أنا ذكرت لك أن الآية التي بعدها قرينة توضح أن المقصود هو القرآن، لكنهم حملوها على اللوح المحفوظ. وأيضا قالوا في حديث عمرو بن حزم أن هذا ضعيف، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الرسائل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، وكان في بعض هذه الرسائل بعض الآيات كقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. فقالوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الكتاب إلى رجل مشرك ويعلم أنه سيمس هذا الكتاب وأن فيه آيات من القرآن الكريم. لكن هل هذا استدلال تام لهم؟ هل ممكن أن يكون هذا دليل تام أم أنه يمكن أن يعترض عليه؟ أدنى اعتراض عليه أننا نقول أن هذا الكتاب إذا تضمن آية واحدة فإنه لا يكون مصحفا، يعني نحن الآن نتناقش في مس المصحف لا نتناقش في مس صحيفة تتضمن آية من كتاب الله. فمثلا أنت إذا أمسكت بجريدة من الجرائد وفيها آية من كتاب الله لا نقول أن هذا مصحف ولا نمنعك من أن تمسها لأن فيها آية،
فالكلام هنا بين العلماء في مسألة مس المصحف وليس في مس كتاب أو جريدة أو ورقة كبيرة فيها كلام كثير وهي متضمنة لآية واحدة. هذا هو موضع الكلام والخلاف. فهذا هو القول الذي جرى فيه النقاش بين العلماء والخلاف، هذا هو قول جماهير أهل العلم بالمنع، أنه لا يجوز لك أن تمس المصحف إلا إذا كنت متوضئا، وخالف بعض أهل العلم من القدامى وأيضا من المعاصرين وقالوا بجواز ذلك، لكن قولهم من حيث الأدلة الشرعية ضعيف. أغلب المناقشات التي تحدث في وسائل التواصل وغير ذلك في هذه المسألة يقولون أنتم تريدون أن تمنعونا من قراءة القرآن أو نحو ذلك. لا، لا نريد أن نمنعك من قراءة القرآن، بكل بساطة نحن نريد منك أن تعظم كتاب الله عز وجل، فتذهب تتوضأ ثم تقرأ في كتاب الله وتمس المصحف. يسأل سائل الآن ماذا تقول أنت في هذا؟ أقول لك توضأ ثم اقرأ القرآن. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.